بعد تناول الملح تبدأ رحلة شيقة في جسم الإنسان. تمر الأملاح المعدنية عبر الجهاز الهضمي، حيث يتم امتصاصها في الأمعاء الدقيقة. التركيز العالي للصوديوم في الملح يساعد على جذب الماء، مما يساهم في زيادة حجم السوائل داخل الأوعية الدموية. مع امتصاص الملح يزداد ضغط الدم نتيجة لتجمع السوائل. تعمل الكلى على تصفية الدم، وفي هذه المرحلة تقوم بإزالة الفائض من الصوديوم من الجسم. لكن إذا كانت كمية الملح المتناولة أكبر مما يحتاجه الجسم، فقد تتعرض الكلى لضغط إضافي. صوديوم الملح يلعب دوراً حيوياً في تنظيم توازن السوائل داخل وخارج الخلايا. التواصل بين الخلايا يعتمد على وجود كميات معينة من الصوديوم، مما يسهم في نقل الإشارات العصبية. في هذه اللحظة تعتبر الخلايا جزءاً متكاملاً من بيئة غنية بالصوديوم، مما يعزز وظائفها الحيوية. بينما يتحرك الملح في الجسم، يشتمل تأثيره أيضاً على النشاط الكهربائي للقلب، حيث يعتمد القلب على الصوديوم لتنظيم ضرباته، مما يجعل التوازن الدقيق بين الملح والسوائل ضرورة للحفاظ على وظيفة القلب الصحية. في حالة زيادة تناول الملح، قد يؤدي ذلك إلى اختلالات تؤثر سلباً على القلب. إن الإفراط في تناول الملح قد يسبب احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، مما يشكل تهديداً على الصحة العامة. لذلك تنصح المؤسسات الصحية بمعرفة الكميات الموصى بها من الملح والحرص على الحد من استهلاكه. التركيز على الأطعمة الطازجة والمغذية بدلاً من الأطعمة المعالجة يمكن أن يقلل من تناول الملح. في نهاية المطاف، تعود رحلة الملح إلى وضعه الطبيعي عن طريق الكلى، حيث يتم إزالة الفائض بانتظام. هذه الآلية الطبيعية تضمن بقاء توازن الأملاح والمعادن داخل الجسم. الحفاظ على هذا التوازن هو المفتاح لصحة جيدة وللوقاية من الأمراض المزمنة التي قد تنتج عن الإفراط في استهلاك الملح. لصحة أفضل، اعتدال النظام الغذائي هو الأساس.